ونبلش مقطعنا. وطبعا شباب اليوم فورتنايت نزلت حسابها الصورة التشويقية الثانية للسيزون الثامن. هذه الصورة اللي تشوفوها قدامكم نزلت اليوم. طبعا هي الصورة بتعبر عن رئيس أفعى، فالناس أول ما شافوا الصورة بدلوا فكرة التنانين بفكرة الأفاعي. يعني احنا كنا نعتقد انه التنانين راح تنزل بالسيزون الثامن، بس اتوقع انهم يكونوا افاعي ما راح يكونوا تنانين. طبعا شباب في ناس دمجوا الصورتين مع بعض، الصورة الأولى والصورة الثانية، طلع الشكل اللي تشوفوه قدامكم يد قرصان وشكل رأس أفعى. وأنا شباب أتمنى جدا إنه يكون السيزون الثامن فيه أشياء عن القراصنة، ويكون فيه سكنات القراصنة من الباتل باس، راح يكون إشي خرافي بالنسبة للعبة كباتل رويال. طبعا شباب بالنسبة لبيض التنين اللي كان الناس تعتقد إنه راح يكون للتنانين، طبعا بعد ما نزلت الصورة التشويقية الثانية صار كل الناس يحكوا إنه راح يكون البيض للأفاعي ما راح يكون للتنانين. فصار في خربط، هل السيزون الثامن راح يكون فيه تنانين او افاعي؟ لانه الصوره هاي نزلت اليوم خربطت تفكير الناس، فممكن يكون افاعي مش تنانين. طبعا شباب هسه بتكلم عن شيء بكل نهايه سيزون بنزل مقطع عنه بتكلم عنه، اللي هو الاشياء اللي لازم تعرفها من نهايه كل سيزون، شو راح يصير معك لما تنتقل من سيزون لسيزون. طبعا في ناس يعرفوهم، بس في ناس بلشوا يلعبوا فورتنايت من السيزون السابع، يعني ما جربوا الشعور او ما جربوا شو يصير اذا انتقلوا من سيزون لسيزون. يعني في ناس لعبوا اللعبة من السيزون السادس فانتقلوا من السادس للسابع فتعلموا الأشياء اللي راح تصير، بس للأسف في ناس جداد على اللعبة وبلشوا يلعبوها من السيزون السابع، فالأشياء هذه كلها راح أحكيها هسه راح تفيد الناس الجداد على اللعبة بشكل مباشر، ممكن في أشياء تفيدك أنت ما تكون تعرفها. فخلونا نبلش بالأشياء. أول شيء شباب بتكلم عنه اللي هو النجمة هذه الموجودة بتاير اثنين. طبعا هذه النجمة شباب بتكون موجودة بكل باتل باس، معنى النجمة هاي انه بمشوك خمس تيارات اضافية بالسيزون القادم. يعني هذه النجمة كانت موجودة بالسيزون السادس، ولما تشتري السيزون السابع بيعطوك خمس تيارات اضافية لانه النجمة كانت موجودة بالسيزون السادس. ونفس الكلام بالسيزون السابع النجمة موجودة ومكتوب عليها انها بتعطيك خمس تيارات، فبالسيزون الثامن راح تبلش الباتل باس من التاير الخامس مش من التاير الاول، لانه بكل باتل باس في نجمة بتمشيك خمس تيارات بالموسم القادم. فهذا النجمة في ناس كثير ما يعرفوا عنها، في ناس يفكروها انه يمشوك خمس نجوم، لا مش خمس نجوم، تمشيك خمس تيارات بالعدد. طبعا الموسم الثامن او السيزون الثامن راح يكون مجانا للباتل باس اذا سويت 13 تحدي، مثل ما تشوف باقي 63 ساعة، فلحق سوي التحديات اذا كان عندك اشياء لسه مش مسويهم، اهم شيء انك تخلص 13 تحدي من الفري باس عشان تضمن انهم يعطوك الباتل باس اذا السيزون الثامن مجانا. وننتقل الى تعديلات السكنات، مثلا سكن الملك تعديلات واذا ما كنت مخلصهم وخلص الموسم السابع شو راح يصير؟ عادي ما راح يصير اي شيء، بنتقلوا معك التحديات الى الموسم القادم. ففي ناس كثير تسالني شو بيصير اذا ما خلصت تحديات سكن الملك او اي سكن له تعديلات، شو راح يصير اذا ما خلصهم؟ اللي بيصير انه عادي بنتقلوا معك للموسم الثامن وبتقدر تخلصهم بالموسم الثامن. الكلام مش من عندي، هذا الكلام عباره عن تجربه بالنسبه لسكن الذيب. سكن الذيب كان سكن تاير 100 بالسيزون السادس، ونفس الشيء انا ما خلصت تحدياته او ما خلصت تعديلاته، انتقلوا معي التعديلات وتحدياته الى الموسم السابع وخلصتهم بالموسم السابع. ومو بس سكن تاير 100، حتى سكنات واحد واثنين، سكنات اللي تشوفوها قدامكم، اي سكن بالباتل باس له تعديلات وانت ما خلصتهم بالسيزون السابع عادي منتقلوا معك تعديلاته الى السيزون الثامن وبتقدر تخلصهم بالسيزون الثامن. والشباب نتكلم عن بالنسبه كم فوز عندك وكم كل عندك شو راح يصير فيهم لما تنتقل للسيزون الثامن، عادي بنتقلوا معاك، ما راح اروح عليك كلاتك، ما راح تروح عليك الاقيام، كله بروح معاك عادي. وبالنسبه للاكونت ليفل اللي عليه صار تحت كمان راح تضلها موجوده. وبالنسبه للليدر بورد اللي هي عباره عن الاكس بي اللي انت حصلته او السكور انت حصلته بالسولو والسكواد والدو وترتيبك بين اصحابك، هذا برضه راح يتصفر بكل سيزون بتبلش منه من الصفر. الاشي اللي كمان راح يتصفر اللي هو ليفلك. طبعا الليفل اللي بكون موجود مثل ما تشوفوا قدامكم ليفلي 69، هذا راح يتصفر بكل سيزون وكل بدايه سيزون ببلش من الصفر، والماكس تاعه راح يكون 100. طبعا التلفيل بفيدك انه انت تزيد تيارات عن طريق التلفيل كمان، مو بس على التحديات، بس اذا كنت واصل تاير 100 خلص ما في داعي انك تزيد ليفلك، اهم شيء انك توصل تاير 100. واخر شيء نتكلم عنه شباب هسه راح استعرض عليكم سكنات كثير الاجانب نزلوا عنها وكثير متداوله حاليا، وفي ناس يقولوا انه هذه سكنات مقترحه، ممكن فورتنايت تاخذ منهم سكن او تنزل سكن شبيه فيهم، يعني ما راح يكون نفسه كوبي بس، ممكن نفس الفكره السكن او شبيه منه، فمو اكيد ممكن ما ينزل منهم ولا سكن كمان. فهسه راح استعرض عليكم خمس صور وبخليكم على المقطع وشوف السكنات المقترحة اللي ممكن تنزل للسيزون الثامن.
وبعد ما شفت الصور يا شباب انا مرقم الصور من 1 لـ 5، فسؤالي لكم اللي هو شو رقم الصورة اللي بتعتقد انه فورتنايت ممكن نزلوا سكن الباتل باس السيزون الثامن او نزلوا سكن يشبهه او نفس فكرته؟ فاكتب لي رقم الصورة اللي انت شاك فيها بالتعليقات، لاني راح اشوف كل التعليقات. واتمنى من كل شخص فيكم حاب يدعم القناة انه لا ينسى يستخدم كود المتجر موجود عندكم على الشاشة فوق، وهيك بتكونوا دعمتوا القناة وربي يسعدكم على كل شيء. واذا كنت حاط الكود تاعي وبدك تشتري سكن او اي شيء من الايتم شوب قبل تشتريه، صور لي الشيء اللي شريته وانت حاط الكود تاعي وبعت لي اياه على انستغرام، راح احط لكم رابط الانستغرام بالوصف، لاني راح اخذ الصور اللي تبعثوا لي اياها وانزلها على ستوري الانستغرام. وبس شباب، هيك كون وصلنا لنهايه مقطعنا، فاتمنى انكم تقدروا تعبي بالمقاطع اللي ننزلها بشكل يومي، انكم تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس حتى توصلكم اشعارات المقاطع اللي ننزلها اول باول. وبس يا شباب، بس راح اترككم مع جيم بلاي ويلا مشاهده ممتعه.
Oh.